السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الأزمات السياسية والأمنية أبرز ملفات القمة 29 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. الرئيس الموريتاني يقول إن البلاد ستنشر كتيبة على الحدود مع مالي ضمن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. أطباء موريتانيا ينظمون احتجاجات رافضة لما وصفوه الوضع المزري لقطاع الصحة ويدعون الوزارة إلى تحمل المسؤولية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية 29 بمشاركة الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز الذي وصل أثيوبيا قادما من مالي، حيث شارك في قمة مجموعة دول الساحل. وتبحث قمة أديس أبابا ملفات مختلفة من بينها الاستقلال المالي للاتحاد والأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. أديس أبابا وموعد جديد مع قمة إفريقية جديدة، أبرز ملفاتها موضوع الاستقلال المالي للاتحاد الإفريقي والأزمات السياسية والأمنية التي تواجه عددا من بلدان القارة الإفريقية. فموضوع الاستقلال المالي للاتحاد كثيرا ما تردد على لسان رئيسه الدوري الرئيس الغيني ألفا كوندي، ويثير الموضوع جدلا في أوساط قادة القارة، حيث أن أزيد من 50% من ميزانية الاتحاد الإفريقي يقدمها مانحون من خارج إفريقيا، ما يجعل قرارات الاتحاد غير مستقلة في جوانب منها، كما صرح بذلك وزير الشؤون الخارجية توغولي. الأزمات السياسية والأمنية بعدد من بلدان إفريقيا تبدو من بين الملفات المطروحة على طاولة قمة أديس أبابا، فجمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد أزمة سياسية وأمنية راح ضحيتها آلاف القتلى في ولاية كاساي، والأطراف السياسية لم تتفق بعد بشأن المسار السياسي الذي يخرج جوزيف كابيلا من السلطة ويفتح الباب أمام رئيس جديد. وفي جمهورية وسط إفريقيا تتسارع وتيرة الأحداث والمواجهة على أشدها بين بعض الحركات المسلحة والأمم المتحدة بصدد فتح تحقيق فيما يجري بالبلاد. وفي بوروندي لم تهدأ الأوضاع بعد منذ انتخاب الرئيس عام 2015 لمأمورية رئاسية ثالثة جعلته يظل حبيس البلاد، حيث لم يخرجها منذ أزيد من عامين. تنضاف إلى ذلك التحديات الأمنية التي تواجه بلدان منطقة الساحل واستمرار الأزمة الليبية وقضايا أخرى مختلفة ومتعددة. التنمية المحلية والتشغيل ومواجهة الهجرة والطاقة المتجددة مواضيع أخرى تحاول قمة أديس أبابا أن تحظى بالنقاش باعتبارها تشكل تحديات للقارة ولكل بلد على حدة. ويغيب عن القمة الإفريقية أزيد من 10 رؤساء، تواجه بلدان بعضهم تحديات مختلفة وتغيب بعضهم الآخر لدواعي مختلفة. في ذات السياق، قال الدكتور سليمان الشيخ حمدي الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية إن الاتحاد الإفريقي يشكو من أن قراراته لا تنفذ بشكل صارم نتيجة الجانب المتعلق بعدم الاستقلال المالي. جاء ذلك خلال حلقة من برنامج المشهد ناقشت موضوع ملفات القمة الإفريقية 29 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. هي أصبحت نتيجة لتكرارها ونتيجة لعدم وصولها إلى تلك القوة الضاغطة أو القوة اللازمة لتنفيذ قراراتها، أصبحت مسرحا تثار من خلاله تلك القضايا الشائكة التي تؤرق الدول الإفريقية، سواء كانت مجتمعة أو بعض جوانب الدول الإفريقية تلح مثلا في مكان معين في غرب إفريقيا أو في جنوب إفريقيا، فتجد القمة تلتئم وتكون هذه القضية المسيطرة عليها، مثل انضمام المغرب السنة الماضية ومثل العلاقات بين مصر والحبشة أو العلاقات السودان وبعض القضايا التي تلح عليها. بخصوص القضية المالية، نجد أنه دائما الاتحاد الإفريقي ككيان قام على أساس الوحدة الإفريقية الماضية يشكو من أن قراراته لا يتم تنفيذها بشكل صارم أو أنها لا تنفذ وتظل الحبر على ورق. طبعا القرارات هي عبارة عن قرارات دول،
هي عبارة عن قرارات تحدي افريقيا عبارة عن قرارات جنوب افريقيا، قرارات الجزائر، قرارات المغرب، قرارات موريتانيا، قرارات دول مجتمعة. إلى شأن منفصل، حيث قال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية إن البلاد ستنشر كتيبة على الحدود مع مالي ضمن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. وأضاف عبد العزيز ألا مشاركة دون الوسائل المالية والمعدات اللازمة، مشيرا إلى أن الهدف من القوة المشتركة ليس التضييق على الإرهابيين وإنما القضاء على الإرهاب بشكل دائم، وهو ما قد يأخذ عديد السنوات وفق الرئيس. يحتج عدد من الأطباء العامين والأخصائيين في نواكشوط تنديدا بما وصفوه الوضع الصحي المزري في البلاد. ودعا نقيب الأطباء العامين في موريتانيا الدكتور عبد الله السعيد إلى إنهاء ما وصفه احتقار المواطن، متهما الوزارة بخوض حملة ضد الأطباء لتحميلهم المسؤولية. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير. أخصائيون في مجالات مختلفة وأطباء عامون ينظمون وقفة احتجاجية بنواكشوط تنديدا بما وصفوا الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع الصحي في البلاد وتحسين ظروف العمل. وتسعى الوقفة الاحتجاجية المشتركة بين نقابتي الأطباء العامين والأخصائيين إلى إبراز التحديات التي يواجهها الأطباء في البلاد وإيصال ما قالوا إنها رسائل مختلفة يعتبر التكوين المستمر والاكتتاب ووضع حد للأدوية المزورة من أبرزها. نطالب بالتكوين المستمر للأطباء، كيف يمكن أن يكون أن ترصد ميزانيات كبيرة لهذا التكوين المستمر ولا نجد له أثر في المستشفيات؟ الشيء الثالث، نطالب باكتتاب جميع الأطباء العامين والأخصائيين، نطالب أيضا بفتح الباب أمام الأطباء الأخصائيين الراغبين في تدريس في كلية الطب لأن هذا حق مشروع. نطالب أيضا بوضع حد نهائي للأدوية المزورة التي تضر بالمواطن وتضر بنا نحن كأطباء. نطالب أيضا بتوفير ضمان صحي للمواطنين ذوي الدخل المحدود من أجل القيام من أجل تحسين ظروف الصحية للمواطن. واعتبر المشاركون أن هناك وضعية مزرية تعيشها مختلف المستشفيات الموجودة في العاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل نتيجة تعطل بعض التجهيزات الموجودة بالعاصمة وانعدامها في بعض المدن الداخلية. وقالوا عن ما هو الأخصائي قد عدلوا في الأشعة، وهذا ما هو حق، والأخصائية قاعدة وتخلص أموال طائلة وليارم عاطل والأمور ماشية، وهذا طبيب ما تلقى قابله ولا تلقى ساكت عليه، وكافي من احتقار ذا المواطن وقل التوفير له الصحة، وكافي من احتقار الطبيب المولي. للأسف خالقة إشاعات مغرضة وخالقة حملة غير بريئة معدلتها الوزارة على الطبيب، هامة تحمله فشلها ومسؤوليتها ما قدرت تعدل. وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع وقفات أخرى في مختلف مستشفيات البلاد بالداخل يقول القائمون عليها إنها تهدف إلى تحقيق ظروف صحية للمواطنين وتغيير الواقع الذي يعيشه القطاع الصحي في البلاد. ومعنا في الاستوديو الدكتور أحمد العمر الأمين العام لنقابة الأخصائيين الموريتانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. لماذا الاحتجاج الآن؟ ما الذي حصل حتى تقررون الاحتجاج؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا هذا السؤال المطروح يطرحه عدد من المراقبين، لماذا الاحتجاج الآن؟ وكأن أريد لنا أن ندخل في سجال سياسيين أو نكون محسوبين على طرف سياسي. هذا أمر لا يتعلق بهذا إطلاقا. نحن عندنا قدر من المطالب وطرحناها على الوزارة المعنية منذ انتخابنا في نوفمبر 2016. من ذلك التاريخ وإحنا في مفاوضات وسجالات حتى بلغ السيد زوبا كما يقال. اتصل بنا الوزير عندما أشعرنا بهذه الوقفة وكان رحبا واسع صدري معنا وتقبلنا وأعطانا عدة وعود
في بداية نهاية السنة في بداية 2018 يتحقق البعض والبعض الآخر مع 2019، لكن بالحقيقة نرى أنها وعود أقل ما يمكن عنها أنها فارغة تماما، لأننا نحن نعرف القطاع جيدا. لكن هل حل الأجل حتى تقولون إن الرجل لم يفي بما قال؟ ابدا 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 لم يحل الاجل، لانه ليس لم يكن فيه اجل اطلاقا، هو كان مجرد وعود وجعود، ونحن تلقينا وعودا اكثر قبلها. هذا الجيل الجديد من الاخصائيين والاطباء العامين لا يقبل بهذا الهوان. ربما الجيل القديم مل طلب ورضخ للامر الواقع، بينما هذا الجديد في الحقيقه لا يرضى بذلك. لذلك هذا الحراك الحالي هو جست تعبير عن مطالب نخبه من الاطباء تريد تغيير الواقع، وتريد اساسا كسب ثقه المواطن التي هزت منذ عقد من الزمن تقريبا. هذه الثقه في الحقيقه سبب ضياعها وسبب هزها هو تدني المستويات الصحية، تدني العمل الصحي، تدني الخدمات الصحية، تدني مستويات الصيانة، تدني الأدوية، فوضوية الأدوية وعدم جدوائيتها، لأننا تعرفون تماما عن اليوم كل من هب ودب يمكن أن يستورد أدوية. طيب دكتور، يعني بشكل أكثر توضيح، يعني ما أبرز المشاكل والمطالب الملحة والتي جعلتكم تخرجون عن الصمت؟ شكرا. هو استرجاع ثقة المواطن المريض المراود للحالات المستعجلة أو المؤسسات الاستشفائية. استرجاع الثقة لا يكون إلا بالاحتجاج؟ لا لا لا، استرجاع الثقة لا بد له من فحوص مخبرية فعالة، لا بد له من آلات تشخيص رنين مغناطيسي وسكانيرات فعالة، لابد له من أدوية فعالة، وكل هذا للأسف منذ سنين وهو في حالة تدهور مستمر جسكا في الحقيقة بلغ ما بلغ. هل هذا عام يعني بشكل عام مطلق في مختلف المستشفيات؟ طبعا في الوقت الذي نتكلم فيه وفي الوقت الذي التقينا فيه السيد الوزير الأسبوع الماضي كنا قد أحصينا على الأقل في مستشفيات نواكشوط جميعها لا يشتغل فيها إلا سكانير واحد. الرنين التصوير بالرنين المغناطيسي منذ عام وهو متعطل. جميع المستشفيات اليوم في نواكشوط فيها تشخيص بالمنظار واحد ولا اثنين هم اللي صالحين. هذا في الحقيقة ينداله الجميع، والوزارة على علم بذلك، وعندما نستشعرها تقول لنا بأن هناك برنامج للتكفل بصيانه هذه الاجهزه. وللاسف جوسكا بريزون ما مستوى الحاجه الملحه يوميا الى هذه الاجهزه المتعطله، وانتم يعني ميدانيون تقومون ب فعلا عمل ميداني. لكسب ثقه المواطن لا بد من تشخيص دقيق. التشخيص الدقيق يعتمد على اجهزه فحوص مخبريه. هذه الفحوص المخبرية كل من هب ودب الآن يمكن أن يفتح مخبر للفحوص المخبرية. هذه الفحوص المخبرية تجرى بأدوات منتهية الصلاحية. لتشخيص دقيق لا بد من جهاز رنين مغناطيسي غير متوفر. لتشخيص دقيق لا بد من سكانير فائق التطور. احنا الآن للأسف الشديد ما زلنا نعمل مع سكانيرات 1980 1990، بينما الآن عندنا في نواكشوط سكانير والله اثنين اللي يرقون لان يكونوا فعلا مسميين بسكانير. هذه الثقه هذا ما يريد المريض. لكسب ثقته لابد اولا ان نحسن وضعيه ظروفنا في العمل في المستشفيات لكي نضع تشخيص دقيق لكي يرضى المواطن، لكي ثانيا مشكله الادويه بها اللي عادق بالتشخيص لابد من هناك وصفات تكتب. هذه الوصفات تكتب للاسف لين يعود الادويه ما معروف لها شيء جايه من كل من كل من كل حدب وصوب، التشخيص لم يكن له معنى. ليس سوف لن يكون له معنى لانه ما فيه ادويه بعد. طيب هذه التجهيزات يعني تعتبر ملحة لأنها تحتاج طبعًا بشكل يومي إن لم تكن بشكل آني طبعًا. والوزير قلتم إنه أطلعتموه على يعني الوضع وعلى مدى إلحاح هذه الحاجة، يعني كيف تعاطى؟ تعاطى معها بإيجابية، لكنها إيجابية دبلوماسية يمكن القول.
لأن هناك وعود ونحن نعرف هذه الوعود، نعرف أن ليس وراءها شيء لأنها قد أعطيت لمن قبلنا لمن سبقونا. ونحن من شهر نوفمبر جست أحيطكم علما بأن جميع الأخصائيين المكتتبين في الوظيفة العمومية قد رجعوا في السلك الوظيفة العمومية، رجعوا كأطباء عامين. لماذا؟ لأن هذا أبسط مشكل، لأن الوزارة الوظيفة العمومية لا تعترف بترقيهم في السلم الوظيفي. لماذا؟ لأن الوزارة المعنية لم ما كانت فهم أي مشاورات ما بين الوزارتين. من شهر من شهر سبتمبر 2016 جوسكا يومنا هذا الأطباء الأخصائيين كلهم يتقاضون مرتبات أطباء عامين. هذه من بين المشاكل. هذا المشكل مثلا نتعاطى معه مع الوزارة منذ نوفمبر 2016 حتى الآن لم يحل. إذن التوفيق، أشكرك دكتور أحمد والعمر الأمين العام لنقابة الأخصائيين الموريتانية. شكرا جزيلا لك. لأشان المفصل، حيث أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن الحكومة تتعاطى بجدية مع مختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبر عنها سكان إقليم الحسيمة. وقال العثماني أنه تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المكلفين بمتابعة تنفيذ البرامج المقررة في الإقليم، مضيفا أن الحكومة تتعاطى مع الملف من خلال محورين، أحدهما سياسي والآخر تنموي. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. تعهد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بالتعاطي بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبر عنها سكان إقليم الحسيمة، لافتا إلى أن الأزمة طالت ولا بد من نهاية لها. وقال العثماني في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أولهما سياسي يرتكز على الحوار، مبديا في هذا الخصوص استعداد الحكومة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار. أما المدخل الثاني فيتعلق بالمستوى التنموي الذي اهتمت به الحكومة على جميع الأصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة. وأوضح العثماني أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض، وحث الوزراء على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها. وكشف رئيس الحكومة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أكثر من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الأساسية، الأمر الذي سيحول الإقليم إلى ورش للإنجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل. وعبر الملك المغربي محمد السادس خلال ترأسه مجلسا وزاريا الأحد الماضي عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الحسيمة منارة المتوسط. وأصدر الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال. في ملتقى القدس الثاني وسط مشاركة ممثلين عن 12 دولة من غرب القارة الإفريقية، وأكد المشاركون في الملتقى رفضهم للاختراق الصهيوني بالمنطقة، داعين حكومات بلدانهم إلى الإصغاء لأصوات الشعوب المناهضة للتطبيع. وعلى مدى يومين تابع المشاركون عروضا عن تطورات قضية القدس وفلسطين وما تواجه من تحديات جمة لم تعد تقتصر على ما يقوم به الصهاينة من احتلال وحصار وتهويل، بل تشمل مع الأسف اليوم انخراط بعض أنظمة الدول الإسلامية في حرب مفتوحة تفرض الحصار على فلسطين وعلى من يدعم المقاومة في فلسطين. كما تبادل المشاركون المعلومات المتعلقة بالعمل لفلسطين في غرب أفريقيا وكذا بالمسألة المشبوهة
لاختراق منطقتنا من خلال الوجود في بعض المنظمات الإقليمية، وهي المساعي التي تستدعي يقظة شعبية للوقوف في وجهها وحماية شعوب المنطقة من مخاطرها. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تبحث لجنة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ضم الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بمدينة الخليل الفلسطينية إلى قائمة التراث العالمي. يأتي ذلك ضمن مسعى اللجنة إلى ضم 26 موقعا ثقافيا عبر العالم، من ضمنها 27 موقعا طبيعيا. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. بدأت في مدينة كراكوف جنوبية بولندا مشاورات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، لبحث ضم مواقع جديدة من بينها الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بمدينة الخليل الفلسطينية. وقالت مديرة قسم التراث ومركز اليونسكو للتراث العالمي ردا على سؤال عن احتمال قيام جدل حول هذه المدينة التي تجسد تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن الوضع الجيوسياسي معقد في هذه المنطقة، لكنها شددت على أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، فعلى صعيد التراث العالمي تكون القرارات تقنية، والهدف هو الحفاظ على تراث يكتسي أهمية استثنائية. وتتألف لجنة التراث العالمي من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية. وسيبحث الخبراء حتى 12 من يوليو الجاري إدراج 34 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي، منها 7 مواقع طبيعية و26 موقعا ثقافيا وواحد مختلط، اعترافا بقيمتها العالمية الاستثنائية. وتستعد إسرائيل لمواجهة جديدة بشأن القدس والخليل في أروقة المنظمة أثناء اجتماعها الحالي، حيث سبق أن اعتبرت إسرائيل قوة محتلة للقدس ورفضت سيادتها عليها، كما منع الاحتلال الإسرائيلي دخول لجنة تقصي حقائق مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة قبيل التصويت على ضم الحرم الإبراهيمي إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلي أن مجموعة من الباحثين المستقلين من المجلس الدولي للمعالم والمواقع يحاولون الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال أمر بعدم منحهم تصاريح للدخول. هذا وقال سفير إسرائيل لدى اليونسكو إنه على المستوى الاستراتيجي والمبدئي لن تشارك دولة إسرائيل في أي تحرك سياسي فلسطيني تحت ستار الثقافة والتراث، ولن تضفي الشرعية عليه. نادي الوئام للكاراتيه وفنون الدفاع عن النفس فرعا جديدا له بمقاطعة دار النعيم، وحث رئيس النادي على أهمية الرياضة في تكوين عقول الأجيال وتنميتها. حضر افتتاح الفرع الجديد عدد من المهتمين بالرياضة في موريتانيا وبعض المسؤولين الرسميين. وإيمانا منا بضرورة إشراك الجميع فيها من أجل تكوين الأجيال القوية قادرة على أن تمثل موريتانيا في البطولات الدولية والإقليمية، وكذلك من ضمن أهدافنا خلق فضاءات رياضية ومحاربة التطرف، إيجاد أكاديمية للرياضة، تثقيف الشباب وتعريفهم بدورهم الرياضي وأهميتها، والعديد من الأهداف الأخرى. وفي الأخير قبل أن أختم كلمتي، أحب أن أوجه الشكر لرؤساء الاتحاد، ووجه الشكر خاص ومتميز لأباء التلاميذ الذين أعطونا ثقتهم في تكوين أبنائهم وتأهيلهم، لأن هذا هو ثمرة موريتانيا القادمة، لأنه عودوا معنا الصدق والأمانة، ونعودوا معنا عنهم أي شيء يقضوه في الجدارة واستحقاق، نعودوا حقق هدف حقيقي في بناء موريتانيا الأصالة. وعلى بركة الله أعلن عن افتتاح فرع هذا الجديد. الله الموفق، حفظ الله موريتانيا وأبقاها أرض الكرامة والأخلاق. احتفت الدفعة 7 من قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة نواكشوط بتخرجها، وتضمن الحفل مداخلات مختلفة حث بعضها الطلاب الخريجين على مواصلة مشوارهم التعليمي. بدي معنا ثلاث خطوات، مرحلة الإصال والماستر والدكتوراه. إذا حد لا يهنئكم لا يهنئكم يعدل ثلث التهنئة. ثلث فقط ليس إلا.
يا غالب نريد تمشوا وطموحكم تتابعوا، وهذا التحدي اللي مشروع عندكم وهذا الحلم المشروع تتابعوه لين عدوا لكم تهنيتي، منين تكملوا لين عدوا لكم هلاثة. إذن بارك مهنئكم على هذه الخطوة وراسي لكم إن شاء الله عندكم تتابعوا بإصرار وباجتهاد وبجد أكثر. نختار نقول لكم مسألة عنكم في تحدي، أنتم حاملي فكر بعدين قلت لك الأنوار الحداثة العقل العلم، وفي بيئة مثل هذه حاضرة لأشياء أخرى لا أريد أن أذكرها. هذا إذن يجعل أنكم أمام تحدي حقيقي، تحدي القدوم مع العقل مع العلم مع الطموح، وهذا لن يكون إلا بالفلسفة وبعلم الاجتماع وبعلم النفس. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الأزمات السياسية والأمنية أبرز ملفات القمة 29 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. الرئيس الموريتاني يقول إن البلاد ستنشر كتيبة على الحدود مع مالي ضمن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. أطباء موريتانيا ينظمون احتجاجات رافضة لما وصفوه الوضع المزري لقطاع الصحة ويدعون الوزارة إلى تحمل المسؤولية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.